نبتدي لو لا مرحلة ثالثة نبدي لو لا ماشي. احنا الموضوع مالنا كنا ويا الاندوكراين سيستم، والاندوكراين سيستم قلنا بها different types of gland، وهي تكون اما تكون الستركتشر مالته it has a very simple structure but with a great function, physiological function. هي تكون عبارة عن نسيج، من الناحية النسيجية تكون بسيطة، الأنسجة مالتها عبارة عن خلايا cells or cords، حبال خلوية أو plates، صفائح خلوية أو vesicles عندنا. فقلنا استركتشر، لكن الفانكشن مالته يكون great، لأن من خلال الهرمونات تأثر على سير الفعاليات الحيوية الكاملة بالجسم. وأيضا ذكرنا أنه الاندوكراين سابقاً أنه هي تشتق من الأنسجة الجنينية الثلاثة اللي هي الإكتوديرم، ميزوديرم، وإندوديرم. هذه مرت عليكم سبقتها بالمحاضرة السابقة عندنا. فإذا هي تشتق اشتقاقات من الطبقات المختلفة للطبقات الجينية. قلنا أما تكون بشكل خلايا، كما أما تكون بشكل بشكل يعني تكون اندوكراين، قلنا هي ductless gland أو هي عبارة عن غدد عديمة القنوات، إفرازاتها تفرز secreted into the either bloodstream or to the lymph. So it has a direct supply to the blood or to the lymph. And that some of these are separate organs. Some of the endocrines are separate organ. Other endocrines are forming parts of the exocrine gland. Examples, as I said and mentioned before, the Isle of Langerhans in the pancreas, the ovaries producing two types of secretions. One is acting as an endocrine and one is acting as an exocrine. Exocrine in the form of the estrogen and progesterone, the testis, the gastrointestinal adna, duct, أو تراكت عندنا، هذه كلها عبارة عن الاندوكراين سيستم عندنا. فإذا هي أما كان أعضاء منفصلة أو تكون أجزاء ضمن الغدد الخارجية الإفراز. مرينا بالنوع الأول اللي هي كانت البيتوتري جلاند، بعدين مرينا على الثايرويد والباراثايرويد. وحتى أذكركم أيضا قلت لكم البيتوتري جلاند كانت تتكون من two lobes، هي تنزل من سقف الروف of the من سقف السكال عندنا، وتجي بالضبط على منطقة الأوبتيكازما أو التصالب البصري نسميها. المهم الجلاند it's surrounded قلت لكم by a capsule and this capsule is of course you know is a connective tissue. Some of them entering the glands to form a very fine septa عندنا. Now the pituitary gland composed of two main portions. One is the anterior portion and one is the posterior portion. The anterior portion was made by the adenohypophysis or adenohypophysis or سميه هي pituitary gland بكل adenohypophysis الجزء الغدي، وعندنا النيرفس او النيوروهايبوفيسس او الجزء العصبي عندنا. الأدينوهايبوفيسس كانت تقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية عندنا. الثلاث أقسام الرئيسية مالتها أيضا في أن أذكر لكم إياها، هي كانت كل من التالي عندنا: البارس ديستاليس بالنسبة لها، بارس تيوبراليس، والبارس انترميديا. وقلنا الديستاليس هو الجزء الأمامي اللي هي بها خلايا formed by cells عندنا، it has a sort of pinkish coloration if you compare that with the posterior lobe of the pituitary gland which is made by the neurohypophysis عندنا. إذا ما نقارن الجزء الأمامي من pituitary gland مع الجزء الخلفي نشوف هذه لون بها مخضة ألوان. ليش؟ لأن more cellular structure، يعني أكثر خلوية، بينما الجزء الخلفي أو النيوروهايبوفيسس يكون من الـ unmyelinated nerve fiber which is made by the
مايلين شيث عندنا الآن مايلينيتد، وهذه تكون الألوان مالتها دائما تكون غير صباغية أو تنصبغ بأصباغ فاتحة عندنا. فإذا عندنا البيتوتري جلاند بس بشكل سريع تتكون من البارس ديستالس، بارس تيوبرالس وبارس انترميديا. البارس ديستالس هي الجزء اللي بها أنواع الغدد المختلفة، والغدد هذه قلنا تكون العفو الخلايا المختلفة، عندنا البيزوفيل والأسيدوفيل من أسمائها تأخذ الأصباغ الحامضية والقاعدية كلها حسب الرياكشن مالتها. البارس تيوبرالس is the smaller funnel shaped region surrounding the infundibulum of the neurohypophysis. The infundibulum is a part of the neurohypophysis. It is surrounding the neurohypophysis. Most of the cells of the pars tuberalis are gonadotrophs. راح نجي على الهرمونات. أما عندنا البارس انترميديا، the pars intermedia, it is a thin zone of basophilic cells between the pars distalis and the pars nervosa. عبارة عن طبقة رقيقة بين الجزئين، the pars distalis اللي هي الانتيرير والبارس نيرفوزا اللي هي البوستيرير عندنا، ودائما تحتوي على بعض السيست اللي بيها كولويد substances which extend in cyst in various sizes. بيها small size، بيها larger size عندنا. Then we have the neurohypophysis. And I said the neurohypophysis containing حوالي 100,000 100,000 unmyelinated axons which of the large secretory neurons which is located in the supraoptic or the paraventricular nuclei of the hypothalamus. And now also the neurohypophysis contain highly branched cells called the pituicytes resemble the astrocyte. شابه الأستروسايت، راح نجي عليها من ندرس النيرفوس سيستم إن شاء الله. Pituicytes are the most abundant cell type in this area or in the neurohypophysis. And the secretory neurons possesses all features characteristic of a typical neuron. يعني هذه الخلايا تمتاز بكل الصفات التي تمتاز بها الخلايا العصبية but only have axon with larger diameter. فقط الاختلاف مالتها أن الأكسونز الموجودة بها أقطارها تكون أوسع من الأكسونز الاعتيادية اللي موجودة عندنا في باقي أنواع الخلايا الموجودة عندنا. Now, when we go to the pituitary gland, it is secreting six types of hormone. It has secretions of six types of hormone. The pars distalis عندنا. These hormones are the somatotrophs and the lactotrophs, which is secreted by the acidophil stains. Then the basophilic cells are the corticotrophs, gonadotrophs, and the thyrotrophs. هذه عندنا الكورتيكو تأثر على الكورتيكال part of the adrenal. And the gonadotrophs على الغدد التناسلية والthyrotrophs عندنا على الthyroid gland عندنا. The gonadotrophs تنقسم إلى two. إذا أن the female with the FSH وذن عندنا luteinizing hormone اثنين اللي هي luteinizing hormone بالfemale وهي interstitial cells of lytic in the male. So this is the two the types of hormone produced by the pituitary, and then we have the pars nervosa. The pars nervosa, which is including we have the two types of hormone produced: the antidiuretic hormone and the oxytocin. Now, then going to the thyroid, and I said the thyroid is in the form of vesicles. It has a very special characteristic features among the endocrine gland. Why? Because the other types of endocrine gland composed of either cells or cords of cells or plates of cells. Now, in the thyroid, this is formed by the vesicles, which are lined by the follicular cells. Now, in between the follicles, another type of cell present is the parafollicular cells. The parafollicular cells. So
And then we went to the structure of the parathyroid, which I mentioned that it is composed of four lobes, composed of four lobes, Adna, two on the anterior edges of the posterior edges on the يعني على الفصوص عندنا هي قدنا butterfly تكون على الأجهزة العلوية or the superior edges of the each lobe of the thyroid and then the other two on the posterior edges of the posterior edges of the thyroid gland عندنا and it is highly embedded inside the capsule of the thyroid. تكون عندنا ملتصقة بشكل كبير بالثايرويد وقلت لكم أيضا في بعض الأحيان نشوف عندنا هذه تنقطع من خلال العمليات الجراحية فالمريض راح يصير في مشكلة حول موضوع الكالسيوم بالانس مالته. Now again عندنا in the other type of endocrine is the adrenal glands or it is also called other suprarenal gland. Now, the adrenal gland or the suprarenal gland are paired organs, أيضاً يكون عبارة عن زوج من هذه الغدد, lying near the superior pole of each kidney. موجودة, تكون pyramidal shape أو هرمية الشكل, موجودة في قمة الكيدني من الجهتين يعني two kidneys so we have two pyramidal of these glands on the top apical part of the adrenal gland of the kidney sorry embedded in a dense connective irregular connective tissues capsule and is embedded in adipose tissues around the kidney فيتكون مطمورة في النسيج الرابط ومطمورة في الأديبوس تيشوز التي تحيط بالكلى عندنا. These glands are very attenuated structure, flattened structure. تكون عبارة عن تراكيب تقريبا مسطحة with half moon shape عندنا. يعني تقريبا خلينا نقول هلالية الشكل about 4 to 6 centimeters long. تقريبا 4 إلى 6 سنتيمترات بالطول and 1 to 2 centimeters width. وايد عندنا فاذا الطول مالته 4 الى 6 سنتيمتر وعندنا 1 الى 2 سنتيمتر العرض مالته وقلنا موقعه يكون موجود عندنا في and وعندنا هذه تكون عندنا both glands weight حوالي 8 جرام يعني اثنيناتها حوالي 8 جرام but their weight and size vary with age هناك تغيرات عمرية ويا البروسيس اوف ايج تتغير هذه الغدد شويه يعني بالزياده والنقصان عندنا and the physiological conditions of the individual ايضا هالتغيرات تعتمد على الحاله الفسيولوجيه للشخص فاذا اكو هناك تغيرات عمريه تحصل في السوبرارينال وتغيرات عندنا هذه فسيولوجيه تتبع الفيزيولوجيكال كونديشنز او الحاله الفسيولوجيه للانسان. Now, from the connective tissue capsule, thin trabeculae send into the glands parenchyma. عندنا من الكبسولة أو نسميها المحفظة اللي هي عبارة عن connective tissue راح نشوف trabeculae أو امتدادات أو سبتة تدخل إلى داخل الجلاند إلى داخل نسيج الأدرينال عندنا و the gland stroma أرضية الغدة هذه mainly of reticular fibers تكون عندنا تتكون من ألياف شبكية supporting the secretory cells and the microvasculature فإذا عندنا هذه الستروما مالتها تكون عندنا reticular fiber وهذه عبارة عن سند أو إسناد للخلايا الإفرازية الموجودة عندنا بالأدرينال وكذلك في الميكروفاسكولار ستراكشرز والأوعية الشعرية الدموية الموجودة بالتركيب عفوا إذا نجي طبعا بشكل عام بس تذكرة لكم أنه إحنا الإندوكراين is supported with a large number of blood capillaries يعني لازم يكون محيط به وقريب منه الأوعية الدموية الشعرية لأن إفرازات الغدة
الغدد الصم تفرز مباشرة إلى البلط. فإذا عندنا إحنا من نقول إن ذكرنا عن الرتيكولار فايبر، نشوف إن الرتيكولار فايبر أيضا تحيط أو تكون موجودة في الدار مدائر هذه البلط كابيلاريز الموجودة عندنا في الأدرينال جلاند عندنا. Now when we come to each gland, it has two regions. يعني هسا احنا دخلنا بالمحفظة بالكبسول إلى داخل الجلاند. It has two regions. These regions, the outer cortex and the inner medulla. المحيط الخارجي بعد الكبسول إلى الداخل هي عندنا الكورتكس، والجزء الوسطي أو المركزي نسميه الميدولا أو اللوب عندنا. These two regions have different embryological origin. هذه الطبقتين يعني الكورتكس والميدولا مشتقات من مناطق إمبريولوجية مختلفة. Structure and function. يعني هل الكورتكس والميدولا تختلف في يعني مجيئها أو في تكوينها من جزء إمبريولوجية مختلفة، structure مالته مختلف وfunction مالته مختلف، يعني ممكن اعتبارها غدتين مختلفتين كل واحدة منها تتصرف بشكل غدة منفصلة عن الثانية، الكورتكس والميدولا عندنا. The cortex arises from the mesoderm. الكورتكس تنتج أو تشتق من طبقة الميزودرم بالمراحل الجنينية. And the medulla from the neural crest. يعني الإكتودرم. من نقول neural crest معناته الإكتودرم. إذن منشأين جنينيتين مختلفتين تجي منهم الكورتكس والميدولا. فأعيدا أدنى الكورتكس arises from the mesoderm. And the medulla arises from the neural crest or from the ectoderm. واضح؟ The cells of the adrenal gland of both the cortex and medulla are grouped in cords along the white capillaries عندنا. هذه شنو الخلايا مالتها؟ تتجمع بشكل حبال دار مدار الجيوب الدموية الموجودة بها blood capillaries. البلاد كابيلاريز أو الأوعية الدموية الشعرية. هسا نجي إلى تركيب الأدرينال كورتكس. What is the constituent of the adrenal cortex? Now, the cells of the adrenal cortex have characteristic features of steroid secreting cells. شنو معناته steroid secreting cells؟ معناته consist. ها؟ أكو أحد يجاوبني؟ ما يخالف بس بتعبير آخر من نقول ممتاز ممتاز because it contains a large amount of smooth endoplasmic reticulum. That's the reason they are secreting steroid secreting cells. احنا في اي مكان عندنا rough endoplasmic معناته تتوقع هذه الخلية protein secreting cells. ومن عندنا smooth endoplasmic لازم تعرفون انه هذه عبارة عن steroid or hormone secreting cell. فاذا احنا عندنا smooth endoplasmic reticulum موجود بالخلايا الموجودة عندنا. فsteroid secreting cell. acidophilic cytoplasm. cytoplasm يكون من نوع الحامضي. rich in lipid droplets. مثل ما ذكرتوا أنتوا تكون غنية بقطيرات المادة الشحمية أو الدهنية، وأيضا الأنوية مالت هذه الخلايا تكون centrally located مركزية الموقع. فهذه هي general characterization. ومثل ما قلت لكم الإندوكرين تتصف دائما بأن it has a very simple histological structure. Their cytoplasm shows smooth endoplasmic reticulum, which يعني قلنا هي بيها endoplasmic بس of the type smooth endoplasmic reticulum with interconnecting tubules. يعني هذه smooth endoplasmic reticulum تحتوي على fine ductules or fine tubules or canaliculi which are connected with each other.
تكون متصلة مع بعض البعض لتكوين مثل شلون شبكة مواصلات. أنتم تعرفون شكل الاندوبلازميك راتيكولوم هي تعتبر شبكة مواصلات في داخل الخلية. فإذا السموث اندوبلازميك it has the same characterization. Now, so the smooth endoplasmic reticulum containing the enzymes for cholesterol synthesis. Cholesterol synthesis. Don't forget that. هي مسؤولة عن تركيب الكوليسترول عندنا. Spherical mitochondria. أكو عندنا mitochondria كروية الشكل موجودة عندنا. With a tubular cresti. الميتوكوندريا تكون سفيريكال دائرية أو كروية، وعندنا الكريستي أو الرفوف الموجودة في داخلها تكون عندنا تيوبولار، تكون أنبوبية الشكل وليست صفائحية الشكل اللي هي تكون عندنا شيلف لايك ستراكتشر. واضح؟ These mitochondria not only synthesize ATP but containing enzyme for cholesterol converting. هذه الميتوكوندريا مو فقط تركب الـ ATP الأدينوسين تريفوسفيت، أيضا تحتوي على enzymes لتركيب أو لتحويل الكوليسترول الموجود به، يعني إلى القابلية على هذا الشيء. لأن احنا شنو قلنا الميتوكوندريا؟ It's the powerhouse of the cell or the power generator. فإذا أدى هاي القدرة على تحويل الكوليسترول عندنا لشنو؟ لإنتاج الطاقة الإنرجي. And for some steps in steroid synthesis أيضا عندها مشاركة في تركيب الستيرويدات، في تركيب الستيرويدات، لأن أساسا الخلية اللي بيها smooth endoplasmic هي steroid secreting cells. الخلايا هذه تكون steroid secreting cells عندنا. Now the functions of the steroid producing cells involves close collaborations between the smooth endoplasmic reticulum and the mitochondria. يعني الخلايا اللي هي تكون مسؤولة على إنتاج الستيرويدات تكون دائماً يعني عندها علاقة قوية جداً وقريبة جداً من بين السموث endoplasmic reticulum والميتوكوندريا. هذه هي صفات الخلية اللي بها ستيرويد، تفرز الستيرويدات. نشوف أكو علاقة قوية أو متينة أو ارتباط قوي ما بين الميتوكوندريا وما بين الاندوبلازميك سموث اندوبلازميك الريتيكولوم موجودة في الخلية. نجي إلى الطبقات النسيجية اللي تتكون من عند هذا في الشيء general characterization. أما الهيستولوجيكال structure of the cortex it has three parts. It is not completely separated. It has an intermingled structure, slightly. يعني أكفت تداخل جزئي من الطبقات. ما عندنا طبقة حد فاصل عن الطبقة الثانية. فالتداخل بسيط. لكن ممكن شنو تحت المجهر نميزها من قدرتها على استلام الأصباغ. شوية هذه تكون غامقة. ديش تكون شوية أفتح. ديش تكون بهذه الطريقة ممكن أن نميز. والأرنجمنت مال السيلز الموجودة، ترتيب الخلايا، تنظيم الخلايا هي اللي تخلينا أن نفصل هذه الخلايا. Otherwise وفي بشكل عام أو بالعموم ما عندنا، ما نقدر نميز هذه الطبقات. لا توجد حدود فاصلة بين الطبقات لأن جزئيا أكو تداخل بين الطبقات. هذه الطبقات هي بعد الكبسولة. أولا the zona glomerulosa. zona glomerulosa عندنا. ثانية zona fasciculata. والثالثة عندنا زونا reticularis. Now the zona granulosa is a thin zone inferior to the capsule. طبقة رقيقة تحت الكبسول. هذه عندنا this layer consists of cells arranged in small clumps عندنا. هذه خلاياها متجمعة بشكل تجمعات خلوية وليست بشكل حبال. يعني تتجمع مثل كرات تتجمع مع بعضها البعض. And consists of cells arranged in clumps. عندنا this layer comprising about 15% من الكورتكس. فإذا عندنا هذه طبقة تمثل عندنا أو تكون 15% من سمك الكورتكس.
من سمك الكورتكس عندنا. The steroid made by these cells are called mineralocorticoids. المواد اللي أو الهرمونات التي تصنع من قبل هذه الطبقة هي المينيرالوكورتيكويدز because they affect uptake of metal ion balance عندنا هنا on Na plus and K plus and the water by renal tubules عندنا cells. يعني إذا مينيرالو من يعني تأخذ الأيونات عندنا البالانس مالت الأيونات موجودة في هذه الطبقة. واضح؟ The principal products is aldosterone عندنا. المادة الرئيسية المنتجة هي الالدوستيرويد اللي مثل ما قلت لكم هي يكون عندنا السيلف بالانس، سيلف بالانس ريجوليتينج ذا ميجر سيلف بالانس ان هيومن بودي عندنا. فإذا هذه الطبقة هي طبقة الزونا جلوميرولوزا هي شو اسمه تنتج عندنا المينيرالوكورتيكويدز. Now, going to the second layer, which is the zona fasciculata. Now, here, their cells arrange in a cord-like structure, بشكل حبال. هل حبال يعني متصلة مع بعضها البعض بشكل حبل, أو خلينا نقول بشكل سبحة, خليشين أوصل لكم إياه. هذه الأمة تكون خلية واحدة أو خليتين في الحبل الواحد. ترتيبه يكون بهذا الشكل. Now, the zona fasciculata is the intermediate zone and is also the thickest zone in the adrenal cortex. طبعا هذا يكون أسمك طبقة في الكورتكس عندنا. أسمك طبقة بالكورتكس. This zone arranged in a vertical columns. عبارة عن أعمدة عمودية. الخلايا مالتها تترتب واحدة فوق الثانية. And occupies 60% of the to 80% of the cortex. يعني هذه من أوسع طبقات الكورتكس, تحتل ما بين 65 إلى 80% من سمك الكورتكس, بينما الطبقة الأولى قلنا كونت 15% فقط. إذن بهالحالة 15 و65 قد راح يصير 80. إذن المتبقي للطبقة الأخيرة ما هي إلا 10. إذا هذه كونت وصلت إلى 80% معناته ذاك راح يكون عندنا أقل جزء ممكن. واضح؟ Now في هذه الخلايا أو في هذه الطبقة عندنا consists of long cords, عبارة عن حبال طويلة, of large polyhedral cells, عبارة عن خلايا مضلعة كبيرة الحجم, one or two cells thick. مثل ما ذكرت لكم الحبال هذه تتكون من أما خلية واحدة تترتب خلية واحدة فوق الثانية أو من خليتين وتنزل في الحبل الخلوي عندنا. Separated by fenestrated sinusoids. هذه الحبال الخلوية مفصولة عن الحبل اللي يجاورها بواسطة fenestrated sinusoids عندنا. من شنو معناته fenestrated sinusoids؟ شنو معناته؟ أخذته الفاسكولار سيستم. شنو معناته؟ دكتورة معناه بيبورس ثقوب. Good. That's it. نعم. تفضلي. Now these cells are filled with lipid droplets. هذه الطبقة اللي سميناها زونا فاسكولاتا تكون مملوءة بقطيرات الليبيدز أو الشحم, ولهذا دائما نشوف هذه الطبقة أفتح من باقي الطبقات. يعني أوسع طبقة بالكورتكس يكون أفتحهم, الأعلى أو اللي قبلها اللي كانت زونا جلوميرولوزا شوية أغمق, والسفلة أيضا يكون شوية أغمق. فمن خلال اللون نقدر نميز الطبقات. The three different layers of the cortex can be separated from the coloration of these layers. Coloration of these layers. And also in addition can be separated by the arrangement of the cells. Why? Because in the zona glomerulosa the cells arrange in a sort of clumps. In the vasculata layer, the cells arrange in a cord-like structure. Now, again, in the inner layer, which is the zona reticularis, arrange again in a sort of clumps.
فإذا من حيث اللون ومن حيث ترتيب الخلايا نقدر نميز هذه الثلاث طبقات الموجودة عندنا بالكورتكس بشكل واضح تحت البشر. واضح؟ طبعا قلنا الخلايا هذه تمتاز بوجود lipid droplets and appears vacuolated under the light microscope. احنا قلنا دائما عندنا الفات والليبيد اثناء تحضير السايدات تذوب بالبروسيسنج مال preparation slide preparation، نستخدم كحولات اصباغ الى ذلك الى ان نحضرها. هذه المواد الدهنيه والشحميه تذوب فتكون فارغه دائما، ولهذا تاخذ الاصباغ بشكل فاتح. واضح الكلام؟ These cells, the cells of this layer, secrete glucocorticoids, especially the cortisol. تفرز glucocorticoids وبالأخص الكورتيزون. Now, the inner layer of the cortex, as I said, is the zona reticularis. The inner layer is the zona reticularis. This is the inner layer of the cortex. Comprises about 10% of the cortex. The cells in this layer is small in size. هذه تؤلف أو تكون حوالي 10% من حجم أو من سمك، خلي أقول طبقة القشرة الخارجية اللي هي الكورتكس. وهذه خلايا تكون صغيرة وتكون بشكل clumps in a network irregular cortex. يعني من هو يقول على النت irregular cords، حبال قصيرة تكون، فالحبال القصيرة دائما تبين بشكل clumps وليس بشكل الحبال الطويلة اللي كانت بالطبقة السابقة اللي هي the zona vasculata. واضح؟ intercept with a wide capillaries أيضا تكون تحجز بينات هذه المجاميع الخلوية. عندنا wide capillaries عبارة عن أوعية دموية شعرية واسعة and usually more heavily stained. أيضا مثل ما ذكرت لكم هذه أيضا تنصبغ بأصباغ أغمق، قلنا الفوق ينصبغ صبغ أغمق وهذا الجوة بس الوسط فاتح. إذا تحت المجهر ممكن تمييز الثلاث طبقات مالت الكورتكس كورتكس العفو بشكل واضح جدا. وقلنا سبب هذا يعزو إلى أنه تحتوي هذه الخلايا أيضاً على few lipid droplets and more lipofuscin pigment. أكثر شيء بها lipofuscin pigment، حبيبات الدهنية تصبغ عندنا بالفوشين عندنا، وهالحبيبات تنطيها شوية لون غامق بسبب وجود الحبيبات تنصبغ بصبغ غامقة. و this layer producing the androgen, the sex hormone. فإذا عندنا كل طبقة من طبقات الكورتكس لها تخصص معين باتجاه إفراز هرمون معين أو ستيرويد معينة إلى داخل الدورة الدموية. واضح؟ Now, coming to the medulla أو اللب المركزي عندنا، المركز الخلية، نشوف أنه هذه اللب أو مركز مع الأدرينال جلاند. The medulla composed of large pale staining polyhedral cells arranged in cords or clumps and separated by reticular fiber network. فإذا المدلة تتكون من خلايا كبيرة الحجم تكون صبغتها فاتحة عبارة عن خلايا مضلعة polyhedral، وتنظيم هذه الخلايا تكون بشكل أما متجمعة تجمعات أو بشكل كورتس، أيضا كورتس قصيرة تكون، وتفصل هذه التجمعات والكورتس بعضها عن بعض من قبل blood capillaries وأيضا بها reticular fibers عندنا. reticular fibers و blood capillaries عندنا. medullary cells known as chromaffin cells. خلايا المدلة تسمى بالكرومافين سيلز لأنها تنصغ بأصباغ الكروم بشكل عام. These cells are modified postganglionic sympathetic neurons عندنا. هذه أيضا تحتوي على خلايا postganglionic sympathetic neurons that secrete catechol amines عندنا.
تفرز الكاتيكل أمينز البرايمري إبينفرين والنور إبينفرين. يعني هذه هي بدايات أو خلينا نقول البروجينيتورز الإبينفرين والبرو نور إبينفرين. سوري. Now the epinephrine and norepinephrine are released into the blood in large quantities during intense emotional reaction. الإبينفرين والنورإبينفرين تفرز إلى داخل الجسم بكميات كبيرة جدا في حالات التفاعل القوي يصير عندنا تفاعل قوي بجسم الإنسان. تفاعل يعني عاطفي، تفاعل عصبي، خوف. شوفوا أنتوا مثلا such as fright خوف and produce vasoconstriction يعني يحاول أنه يسوي تقلصات بالأوعية الدموية increasing blood pressure وبهذا يزداد أدنى ضغط الدم changes in heart rate وتغير من نسبة القلب يعني النبضات الموجودة عندنا elevated blood glucose أيضا تغير من نسبة الجلوكوز في الدم في مستوى يعني مستوى أو نسبة these effect facilitate various defensive reactions عندنا هذه تأثر على جسم الإنسان حتى يتفاعل بشكل مباشر وقوي باتجاه القضايا الفجائية اللي تحصل أمامه إذا أنا flight خلينا نقول flight response fear عندنا شوف من أي من نوع الانفعالات فهذه تأثر على هذه الحالة بسبب هالتغيرات الفسيولوجية اللي تخليها بالجسم عندنا during normal activity the adrenal medulla continuously secrete small quantities of the hormone من عندنا فعاليات اعتيادية نشوف الجلاند تفرز كميات معتدلة قليلة من هذه الإفرازات لكن بالانفعالات بأي اتجاه من الانفعالات الإفرازات مالتها تزيد إلى البلد ستريم وهذه تأثر على القلب وإلى آخره من التغيرات التي تجرى على جسم الإنسان عندنا واضح؟ عندنا أيضا جزء البانكرياتيك آيسلند عندنا بانكرياتيك آيسلند الآيسلتس عندنا سوري هذه الآيل أوف لانجرهان تعرفوها ما أدري أخذتوها لو لا بالدايجستيف سيستم المهم أمر عليها بشكل سريع لكم بانكرياتيك آيسلند أو نسميها آيل أوف لانجرهانز كومبوست these are ovoid or spherical masses of endocrine cells عبارة عن تراكيب أو عبارة عن أشكال أما تكون بيضوية أو تكون كروية من خلايا endocrine cells أو تابعة لنظام الغدد الصماء والتي تكون موجودة ما بين الخلايا exocrine cells of the pancreas هذه أخذتوها بالdigestive system The diameter of each isolate range from 100 to 200 micrometer أقطار هذه التجمعات الخلوية اللي هي الآيل أوف لانجرهان تتراوح ما بين 100 إلى 200 ميكرومتر عندنا each containing several hundred cells كل تجمع عدة مئات من الخلايا موجودة بها في كل تجمع من هاي التجمعات أكو بها عدة مئات من الخلايا and some have only few cells بعض التجمعات تكون قليلة و يعني خلايا متعددة موجودة بها. The pancreas has more than 1 million islets mainly located in the tail. البنكرياس تحتوي على حوالي ما يقارب من مليون جزيرة من هذه الجزر الموجودة عندنا وتتركز في التيل بارت أو في الجزء الذيلي للبنكرياس. Each aisle of Langerhans is surrounded by a very thin reticular capsule. كل واحدة منها تكون محاطة بطبقة رقيقة أو علبة رقيقة كبسول رقيق من الreticular fibers عندنا which separate it from the surrounding exocrine. هذه الطبقة تفصلها
عن باقي غدة البنكرياس التي هي تكون exocrine portion. They both endocrine and exocrine portion have the same origin from the endoderm. طبعا البنكرياس بجزئيها الاكزوكراين والاندوكراين تشتق أو derived from the endoderm بالطبقات الجنينية عندنا. Cells of the Isle of Langerhans are polygonal or rounded, smaller size and lightly stained. دائما صبغتها تكون أفتح من باقي نسيج البنكرياس than the surrounding exocrine tissues عندنا. The isolated cells arrange in cords by fenestrated capillaries. ترتب بشكل حبال فيما بينها حبال قصيرة. Most islet cells are acidophilic or basophilic عندنا with fine cytoplasmic granule عندنا. وأيضا بها عندنا حبيبات سيتوبلازمية دقيقة. The major islet cells are most easily identified using the immunohistochemistry. ممكن الخلايا هذه نقدر نوضحها من خلال استخدامات الإميونوهيستوكيمستري. أنواع الخلايا اللي عندنا الأي سيل أو عندنا الألفا سيلز السكريت برايمري اللي عندنا the glucagon are peripherally located. هذه الخلايا الألفا سيلز راح تفرز عندنا بشكل رئيسي glucagon وهذه موقعها في هالتجمع مال الاندوكراين تكون محيطية الموقع في الكرة أو في الأوفال شيب مال الاندوكراين هذا موجود في الجزء الخارجي منه. بيتا سيلز أور بي سيلز producing insulin تفرز الانسولين وهذا موقعها يكون centrally located وخلاياها تكون أكثر عددا من النوع الأول. عندنا دلتا سيل أور دي سيل عندنا secreting somatostatin are scattered and less abundant. هذه تكون متوزعة يعني ما تكون لها في موقع خاص وأقل عددا من باقي النسيج الموجود عندنا. عندنا الديفيوز نيورو اندوكراين بس ما أدري بقى عندي وقت أو لا ما بقى عندي وقت. راح أكتب لكم يا يمكن وعدتكم من قبل الأسبوع الماضي الديفيوز نيورو اندوكراين سيلز الموجودة عندنا وأنطيكم بعض الصفات الموجودة بها أيضا. Anyway, now my lecture is finished. So, good luck and see you next week. Thank you.